لم يكد يمر العاشر من محرم حتى بدأت تسريبات التحقيقات الأمنية تظهر إلى العلن مع موقوفين في شبكة كانت تخطط لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. ما بدنا نخوف الناس، بس بدنا نقول أن الأجهزة الأمنية اللبنانية سواء مخابرات الجيش، الأمن العام أو حتى فرع المعلومات عملوا إنجاز نوعي وكبير. مسكرين التسريبات لأنه في جو ليالي عاشوراء بدها تقطع، وإن شاء الله رح تقطع على خير. وما لم يكشف عنه في حلقة الأسبوع في ساعة الأحد الماضي تصدر عناوين الصحف فور انتهاء عاشوراء. نداؤنا حزب الله، نداؤنا انتحاريون، خلايا عنقودية وأوامر من الرقة. فحوى التسريبات الأمنية التي تنقلها وسائل الإعلام عقب كل عملية تسفر عن اعتقال إرهابيين، إلا أنه في الآونة الأخيرة وصل إلى حد المبالغة. نقلاً عن مصادر رسمية أمنية مطلعة، واحد، نعم هناك انتحاريين كان يتحضران يفجران نفسيهما، واحد تم إلقاء القبض عليه في محيط الكولا والثاني في محيط منطقة الطيوني، هي صحيحة. اثنان، مستودع الأسلحة الذي تم ضبطه في الجبل صحيح، ونعم اعترف بأنه باع طائرات صغيرة، تم ضبط طائرة باقية عنده والحمولة تقريبا نص شحنة. أما في الشق الثالث موضوع حي السلم، فللأسف هناك مبالغات، وما كتب وما نسج عن خلية حي السلم فيه الكثير من المبالغة. الرواية مضبوطة أنه في مجموعة سوريين نازحين معهم أوراق ما فيها ثبوتية، تم ضبط أسلحة فردية عندهم. طائرة فلاي كام من مضبوطات مستودع الأسلحة الذي دهمه الأمن العام في بحمدون، وبحسب التسريبات الأمنية التي نقلتها صحيفة السفير فأن في وسع تلك الطائرة أن تحمل متفجرة صغيرة، لكن الأخطر من ذلك أن صاحب المستودع اعترف بأنه باع خمسا منها لأحد التنظيمات الإرهابية. وفي بحثنا عن هذا النوع من الطائرات التي تستخدم للتصوير يتبين أن هناك أنواع عدة منها، فالصغيرة منها مثلا قادرة على حمل نحو 200 جرام من الوزن، والكبيرة المتطورة قادرة على حمل 5 كيلوغرامات. فأي نوع من الطائرات ابتاع الإرهابيون؟ الإجابة لدى الأجهزة الأمنية. نعيم برجاوي، قناة الجديد.